قدم لي اليوم من قبل النائب الفاضل صالح عاشور استجواب موجه إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأخت هند الصبيح، مكون من 3 محاور. ووفقا للإجراءات اللائحية تم إبلاغ الأخت الوزير وسيتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة. فالجلسة القادمة اللي هي 1/5 أصبح لدي الآن 3 استجوابات، الأول موجه لوزير النفط، والثاني لسمو رئيس مجلس الوزراء، والثالث إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. الاستجواب الأول استنفذ المدة المحددة وهي 14 يوم قبل انعقاد الجلسة. الاستجوابين الأخيرين من حق سمو رئيس مجلس الوزراء أو الأخت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن تطلب التمديد وفقا للائحة. إجرائيا جلستنا القادمة بعد ما ننتهي من الرسائل الواردة نبدأ بالاستجوابات حسب التسلسل الموجود حاليا اللي هو في تاريخ التقديم، ما لم يطلب سمو رئيس مجلس الوزراء أو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التأجيل وفقا لحقهم باللائحة، وبعد ذلك يستكمل جدول الأعمال.